شكرا زميلي مطلق العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء والحبل الكريم، اسعد الله صباحكم بكل خير. تتواصل منافسات الاشواط الصباحيه في هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربيه الاصيله، حيث ينطلق في هذه اللحظات وفي هذه الاثناء هذا الشوط الاول الرئيسي الخاص بالحقائق القعدان للفتره الصباحيه عبر قناة الريان الفضائية وقناة الكاس وموقع الأبرقة لسباقات الهجن. فمرحبا وأهلا وسهلا بكل المشاهدين والمتابعين على الهواء مباشرة. نتمنى التوفيق والناموس والخير لكل السادة المشاركين في صباح هذا اليوم، بينما الأشواط الرئيسية أشواط الرموز المليونية سنشاهدها بإذن الله في الفترة المسائية في هذا المساء مقدمة هذا الشوط. ومن يحتل المركز الأول على الهواء مباشرة دليل لأحمد بن محمد بالويهي الجحافي على مقدمة الشوط، بينما تسلل من قبل وابل خطف المقدمة، وابل لسعيد بن ناصر بن راشد بن مقارح خطف مقدمة الشوط والمركز الأول. المركز الثاني تسلل، يا مكثر التسللات في هذا الشوط، بدأ التسلل من أكثر من اسم، أكثر من اسم يا مخرجنا العزيز. وصل في هذه اللحظات مذخور حفيظ بن حمد بن عبد الله المري، وأيضا يصل في هذه اللحظات شغموم على المركز الثاني لعبد المحسن بن طالب بن عمارة المركز الثالث. ومن يتسلل فيه شرط لمحسن بن عبد الله بن نديلة على المركز الثالث ويصل ويتسلل إلى المركز الثالث. صايب لصالح بن مطر بن ضابط الدوسري خطف المركز الثالث، بينما المركز الرابع دعناه قبل قليل. المركز الخامس يصل اللزاز لسعيد بن محمد بن حمد بن سالمين، يقدم اللزاز على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام في كل مكان للخمسة المراكز المتقدمة الأولى بعد تغييرات وأيضا اقتحامات للمقدمة في هذا الشوط الأول الرئيسي لفترتنا الصباحية. جوائز نقدية قيمة للمراكز المتقدمة الأولى للعشرة المتقدمة الأولى. العودة إلى مقدمة الشوط، اللزاز خطف المقدمة في هذه اللحظات، خطف مقدمة الشوط لسعيد بن محمد بن حمد بن سالمين، يقدم اللزاز على الكادر الفوقاني وعلى مقدمة هذا الشوط، يقدم هذا القعود المميز في هذا الصباح المميز. بينما المركز الثاني صايب وشعار صالح بن مطر بن ضابط الدوسري ممثلا لأبناء الخريب في هذا الشوط وفي هذا الصباح، هذا الشعار أيضا المميز بدوره. بن عمارة قادم مع المركز الثالث مع انتصاف المسافة، كيلوين انقضت ويتبقى كيلوين على النهاية، ويتقدم شغموم لعبد المحسن بن طالب بن عمارة في المركز الثالث تسلل إلى الثاني. بينما المركز الرابع يصل فيه ذرب لمحمد بن نابت بن خيله العامري، وأيضا التسلل من قبل هايش لمحمد بن علي بن حمد بن قريع إلى المركز الثاني مباشرة من المركز الخامس إلى الثاني. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. شوط رئيسي صباحي لمن ناموس الشوط الأول يا مضمرين يا متابعين. وبدا الانطلاق من هايش اللي هاش وطاش في هذا الشوط لمحمد بن علي بن قريع الامبراطور، يقدم هايش في اول اشواط القعدان في فترتنا الصباحيه. كيلو ونصف الكيلو يا مضمرين. اللزاز على المركز الثاني لسعيد بن محمد بن سالمين المركز الثالث، يصل فيه ويتقدم شرط محسن بن عبد الله بن نديله على المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم فيها اول نداء لهذا المتسلل، وايضا ممنوع التسلل في كرة القدم ولكن مرحب به في رياضة الآباء والأجداد. يصل وضاح سعيد بن عبد المحسن بن براك الهاجري، يصل على المركز الثاني في هذه اللحظات ونقترب من الكيلو متر الأخير يا مضمرين يا مضمرين. هايش ووضاح، وضاح وهايش، والمعركة الصباحية معركة القعدان الصباحية في انتزاع الشوط الأول الرئيسي
والضاح تسلل مع الكيلومتر الاخير، يفتتح الكيلومتر الاخير والعصا قوس، العصا كانها تسلم على الغارب لصيل ما تحرك لين تصل على خط النزاع وعلى خط الصراع. هذا هو والضاح في المقدمة، سعيد بن عبد المحسن بن براك بن عويضة الهاجري على مقدمة الشوط على المركز الاول والضاح، بينما الخطورة بدأت تسلل من قبل دليل احمد بن محمد بن الويهي الجحافي ابناء السلطنة قادمين، شعار فهد بن عميران قادم مع المركز الثالث في هذه اللحظات، شعار فهد بن عميران يتسلل على المركز الثالث في هذه اللحظات وينطلق مع محافظ لفهد بن عمير بن بجاش، ويصل ايضا الحذر لحمد بن مبارك بالضعيف النابت. الله يا سلام، ايضا وصل دليل ناصر بن سالم بن حفيظ، ولكن وضاح وشعار بن الويهي مع المركز الثاني. اللحظات الحاسمة انطلق وضاح الى الناموس، انطلق وضاح دليل يحاول، ولكن وضاح راح بالناموس، فاز في صباح هذا اليوم في اول اشواطنا الصباحية. سلام لوضاح، سلام سعيد بن عبد المحسن بن براك بن عويض الهاجري يخطف الشوط الاول الرئيسي الصباحي، بس يا راعي وضاح خلاص اشكرك على هذه المواصيل وعلى هذا الاداء المميز وعلى هذا الناموس. سلام يا وضاح سلام انكسر حاجز الست ولا لا؟ بنشوف التوقيت الزمني. عموما تهانينا لمالك وضاح سعيد بن عبد المحسن بن براك بن عويض الهاجري المركز الثاني دليل احمد بن محمد بن الويهي الجحافي المركز الثالث محافظ فهد بن عميران بن بجاش الف هيدا المركز الرابع الحذر حمد بن مبارك بالضعيف النابت المركز الخامس وصل دليل ناصر بن سالم بن ناصر بن حفيظ. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، بينما الجوائز النقدية القيمة للعشرة المراكز المتقدمة الأولى في مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. هذا المهرجان المعروف بقوته وشراسة منافساته، يصل في هذه اللحظات والضاح إلى خط النهاية قاطعا مسافة الشوط في 6 دقائق بدون أي ثواني، 37 جزء من الثانية. التهاني والناموس لسعيد بن عبد المحسن بن براك الهاجري، تهانينا والناموس لمالك والضاح من خطف أول أشواط الصباح وقدم هذا العرض اللافت. المركز الثاني اللي وصل دليل أحمد بن محمد بن الويهي الجحافي، تهانينا وناموس لمالك دليل، تهانينا يا أحمد الجحافي. 6 دقائق ثانيتين 97 جزء من الثانية هو توقيت وضاح. المركز الثالث اللي وصل فيه محافظ قطع المسافة في توقيت زمني مميز 6 دقائق و6 ثواني 45 جزء من الثانية، تهانينا وناموس لمالك محافظ فهد بن عمير.